تنقلت مصادر مطلعة أن حالة من الذعر والرعب سادت مخيم الرابوني بتندوف صبيحة 21 من نوفمبر، ونقلا عن شهود عيان أوضحت المصادر نفسها أن حالة الذعر والرعب تلك نتجت عن صاروخ أطلقته عناصر المنطقة العسكرية الجزائرية الثالثة عبر سماء المخيم قبل أن ينفجر على بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب المخيم. وخلصت المصادر نفسها إلى القول بأن قوات الجيش الجزائري كانت تقوم بمناورات في المنطقة.